روح يا اخويا ناديني اللي مشغلك. تكلمي عيلتي يا ست انت. لا يا اخويا سافر القفه معوجه ولا معوجه، اجري بسرعه. وانت مين انت عشان تقابليه؟ بقول لك ايه، مش عايز رغي كتير، مش همشي من هنا لما يجي اللي مشغلك. طب اتكل على الله. اوعى انت بتخد ايدك يا ست. استنى تاكس شرطه يا نديم باشا. يا نديم باشا يا نديم باشا يا نديم باشا يا نديم باشا يا نديم. يا ست تعالي. بص يا باشا، انا المدام اتفقت معايا عشان ننفذ لها عمليه شمال لمؤاخذه، وهتدينا 200,000 جنيه. وانا بصراحه كده نفذت يا باشا، هاخد 100 قبل و100 بعد، وانا من الاخر كده جاي اخد ال100 اللي بعد. انا نفذت يا باشا، بس لمؤاخذه جيت لقيتها محبوسه. مصلحه ايه اللي كنت عايزاها منك؟ كانت عايزانا نعلم على واحده بتيجي لحضرتك المكتب، يعني نعمله معاها الغلط من الاخر. اسمها ايه الواحده دي؟ الواحده دي اسمها مالك. وعايزين اصدق الهبل ده؟ حقك يا باشا، بس انا بقى عندي اللي يخليك تصدق. امشي اطلعي بره. يا باشا وليد بيه هو اللي معرفنا عليها، والاتفاق كان على يده. بره. لا لا، انا ما يتاكلش حقي يا ونطه. لا يا باشا، انا جاي اخد حقي. هتاكلوا على ولايه يعني يا باشا؟ اسمعي يا صرصار، انتي مدام رشا ست محترمه ملهاش في الوسخات دي، ولو هلفطتي باي حرف محدش هيلحق يسمعك لاني هكون خلصت عليك. بره بره. ابوكي انتي ورشا في يوم واحد. تعالي يا رنون. صباح الخير. كنت فين امبارح؟ رحتي له صح؟ امال خدت عربيتك ورحتي بيها فين؟ بس لفيتي حوالين البيت 4 ساعات. معرفش ليه مش مصدقاكي. نزار طاعت ايه الهبل ده؟ هو عايزك ولا عايز فلوس؟ عارفه انا لو منك احطه قدام الامر الواقع. مش انت عايزني يا عم وبتلوي دراعي وبعت لي نزار بالطاعه؟ اديني اهو عندك، لا طلاق بقى ولا وجع دماغ. صدقيني يا مريم، زي ما بلعبنا لازم نلعب لغايه ما ناخد البلاوي السودا اللي عنده دي. طب انا رنا سالتني ومعرفتش اقول لها ايه، عملت نفسي من بنها. أنا خايفة تروح تقول لأبوها، مش ناقصة مشاكل معاه. بس أنا مش عارفة ليه مش مصدقاكي. أنت متأكدة إنك ما رحتلوش؟ ماشي 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 ماشي، متقلقيش أنا هتصرف يا مريم. طمني بالك أنت. بس لو ما كانش معاه البلاوي اللي معاه دي. انذار من عمي وانذار من ليسي، شنطة الانذارات.
ايه؟ عاوزة حاجة تانية غير المسك؟ زعفران؟ هات لنا عمنا زعفران كمان ما اشوف اخرتها ايه؟ ايه؟ ناسي حاجة؟ بقول لك ايه؟ اعملي حسابك انا مش جاي هنا تاني ولا هشتري حاجة زيادة. ايه؟ لا 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 مسافة السكة هكون عندك. بس ربنا يجيب نتيجة خير. ربنا يجعله بفايدة يا رب. ده المسك ايوه وده الزعفران ودي ميه الورد حلوه قوي ناقصك بس دم الغزال نعم دم الغزال شكلك كده ناوي تعمل مداد روحاني مداد ايه يا اخويا مداد روحاني ما هو الحبر بتاع السحر والاعمال بيتعمل من الحاجات دي مسك وزعفران وميه ورد ودم الغزال دم الغزال طب وانا ان شاء الله هجيب دم الغزال ده منين؟ لا ده مش دم غزال بجد ده لون كده شبه دم الغزال انا حديهولك هديه من عندي طب يا عمنا تشكر اهو دم الغزال اهو قولي بقى حسابك كده كام؟ مفيش بين الخيرين حساب في ايه يا عمنا انت هتبش عليا ولا ايه؟ لا صدقني انا بس كنت عاوز ارشدك للطريق الصحيح بدل ما تقع في ايدين النصابين والدجالين والله اصل الحكايه دي لمت قوي كل من هب ومن داب راتش عارف العلماء القدام ما تلاقيهمش ولا بتضلين يعني افهم من كده انت تعرف حد مضمون في شارع البحر الاعظم ايوه في الجيزه هناك الشيخه فاطمه معروفة قوي شيخة فاطمة في البحر الأعظم ما بتاخدش فلوس بتعمل كل حاجة لله أيوة. أهم حاجة إن العمل يكون للخير ربنا يعلم إنه في الخير إحنا عاوزين نجمع بين اتنين في الحلال لا ده جلب المحبة ده سهل جدا بس أهم حاجة محدش يضحك عليك وياخد فلوسك ربنا يستر يا عمنا لفينا بقى الحاجات دي كده مش عايز تعد فلوسك يا عمدة؟ من امتى انا دين باشا وانا بعد وراك؟ خليها على الله وبعدين هي دي اول حاجه ما بيننا ده انا بتاعك يا ريس الموضوع مش سهل تخلصه بسرعه من غير ما حد يحس والله رقبتي سمعني خبر حلو قريب اعتبره خلص ما بعتبرش حاجه خلصت غير لما تخلص وانت عارف ساعتين زمن يا باشا وهيكون التمام عندك لما تخلص تكلمني عن نمره لاخرها 7 فهم طبعا يا باشا في حاجة أمضي ليك عليها؟ تمضي إيه يا راجل؟ اتكل على الله يلا طب وبالنسبة بقى للفاينانشال مانجر اللي عمال يسألني على الفلوس دي أقول له إيه؟ قولي له غداء عمل غداء عمل؟ غداء عمل ب 500 ألف جنيه؟ هي فلوسي ولا فلوسه؟ الإصالات اللي عايزها يبعتها لي وأنا أمضيها كلمت رباب؟ خبر تكذيب الطلاق نزل على كل الويب سايتس، على بالليل هيبقى في الجرايد كلها. بس أنا عايز أفهم. مش لازم. هلو. أهلاً وسهلاً أهلاً 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 ازيك أهلاً وسهلاً تفضل هاي أميرة هاي ما إن شاء الله تكوني أحسن النهاردة أحسن شوية ألم أولاً سوري إن أنا دخلت كده على طول بس الحقيقة أنا ما لقيتش أميرة برا ومحدش سألني أنت رايحة فين ودخلت وفي حد هيسألك بعد اللي حصل امبارح ما كانش ينفع اني اجي اخد حاجتي من السكيورتي من غير ما اطلع اسلم عليك لو عملتي غير كده ازعل حاجتك عندي انا شايلها لك هروح اجيبها ثانيه يا اميره اشربي ايه ثانك يو ولا حاجه ميرسي يا اميره
وسهلا. ميرسي. انت ما بعتيش حد ياخد الحاجات ليه؟ او كنت كلميني كنت بعتها لك. بصراحة تلككت. أفندم؟ إيه أول مرة تسمعها؟ دول بيقولوا إنك من شبرا. بيقولوا من السيدة. وفي ناس بيقول لك من الزقازيق. مرة قريت إن أنا من المنصورة. ما بقتش عارف أنا منين. أوعى تطلع في الآخر من الإسماعيلية. إشمعنى إسماعيلية؟ أصل بابا كان إسماعيلاوي بس عمري ما رحتها. ليه؟ ده إسماعيلية حلوة أوي كلها ساعة من هنا. بسمع. بس اللي انت ما تعرفوش ان انا عشت معظم حياتي في امريكا. بقالي بس 4 سنين مستقرة في مصر. فين في امريكا؟ نيويورك. تجنن نيويورك. ده كان شغل ولا دراسة؟ دراسة وحياة وشغل. ماما كانت عايشة هناك بعد انفصالها عن بابا الله يرحمه، خدتني معاه. وفضلت ما بين هنا وهناك. لغاية ما توفت من 4 سنين. ورجعت انا هنا. بس حلو قوي انك ترجعي بلدك وتشتغلي وتنجحي. مش سهل هنا. ولا هناك سهل. الناس واخده فكره غلط عن امريكا ان هي بلد سهله وحلوه وبس. بس الحقيقه ان هي بلد صعبه جدا. وتعلمك تعرف تتاقلم مع اي ظروف تواجهها في بلد تانية. مهم انك تبقي مبسوطه. سيجاريلو؟ ثانك يو. ما بشربش. برافو عليك. انا بحاول اتخلص منه مش قادر. مخبيش عليك انا جربتها يعني بس ما عجبتنيش. كحيت. لا يبقى بطل على طول. بسرعه كده. مش عايزك تكح يا ستي، يحصل لك حاجه كل ما تيجي عندنا. طب بلاش. انا شغلني اللي حصل لك امبارح. وتاكدت ان كل شكوك اميره غلط. مدام رشا ملهاش علاقه بالموضوع خالص. أنا عارفة إن مدام رشا ملهاش أي علاقة بالموضوع. أنا عندي مشاكل مع ناس كتير للأسف قريبين مني. مش بعيد يكون حد فيهم هو اللي عمل كده. تاخدي إكسبريسو معايا؟ آخد. أعملهولي كده. سنجل ولا دبل؟ سنجل. يا ريت لما تيجي تقولي لها ان انا استنيتها اكتر من 20 دقيقة وموبايلها على طول مقفول من ساعة اللي جرى لها امبارح. هو ايه اللي جرى لها؟ ايه ده انت ما تعرفيش؟ لا في ايه حضرتك طمني. لا خليها هي بقى تقول لك علشان انا مستعجل. عندي محاضره كمان نص ساعه. عن اذنك. مالك؟ الراجل ده وترني. ايه بنتي ما انت عارفه ان هو متوتر خلقه. لا انت مش فاهم. بيقول ان مالك حصل لها حاجه امبارح. مالك حصل لها ايه؟ مش عارف. مش انت كلمت اميره بتاعتك دي امبارح؟ ايوه بس ما ردتش عليا. وبعدين لا انا كلمتها في البيت امبارح ملك والبنت الصوماليه ردت عليا قالت لي ان هي دخلت نامت خلاص. اتس اوكي ما تقلقيش لو في اي حاجه انا كنت هعرف. امال الراجل ده بيستهبل ولا بيستعبط؟ يا بنتي ما انت عارف ان هو اصلا مجنون. طب هي ليه ما جاتش لحد دلوقتي؟ اوه ايه الجو ده؟ ما انت عارفه ان حازم خلاص دماغه رايحه منه. موت واعرف. اتجوزته على ايه ده؟ سالتها مره قالت لي نصيب. المهم موضوعها انتهى معاه من زمان. بيتهيألك بقى على فكرة. تفتكر ملك اللي روحها في بنتها ممكن في يوم من الأيام تتجوز أو ترتبط بحد تاني؟ لا. ليه لأ يعني؟ عشان أكيد القفل ده هياخد البنت منها. أنت جيت شهقة يا رمضان. أنا جيت. ملك أهي. قابلتي دكتور حازم تحت؟ دكتور حازم مين؟ هو أنا دماغي في حازم ولا عاطف ولا حاتم؟ أنا دماغي في ده. ده عقد كامبين جديد؟ لا وأنتي الصادقة. ده العقد الحلم. أبو 50 مليون. لا أصاري. لا 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 أيوة بقى. هو ده الكلام. مش مصدقة. وريني كده. ناخد سيلفي معاك. طب انت خلصتيه بسرعه كده؟ بسرعه ايه؟ انت هتقر.
بجد برافو بجد. ما هو يعني ده 50 مليون. ثلاث سنين كل سنة بخمسين. ثلاث سنين؟ 150 مليون؟ 150 مليون وأنا ليا فيهم 5 مليون. مين ده؟ أنا عارف إن اللي حصل لي امبارح ده كله من تخطيطك، وإن أنت اللي بعتيلي مريم عشان تقتلني. هي مريم امبارح؟ اكدبي بقى وقولي لي بقى. لا اسمع، أنت تلزم حدودك معايا. قلة أدب ما بحبش. هتتكلم باحترام أهلا بيك. لسانك يطول هقطعهولك. يما صدقي خفت. ما بلاش الحبتين دول معايا. أنا مش مريم، أنا غير. ما هو عشان أنت غير أنا جيتلك، عشان أنت اللي معاك الفلوس والبيزنس وكل العلاقات. لكن مريم دي غلبانة، دي طيبة وعلى نيتها. ده امبارح كانت هتودي نفسها في داهية وتخش السجن وتاكل أنت التورتاية كلها لوحدك. لا بس تصدق يعني بجد صراحة يعني عجبتيني. دماغك دي متكلفة بصراحة، تستاهلي تسقيف. هو انت بتعمليها فين عشان اعمل زيها؟ دماغ ليه؟ هو انت فاكر كل الناس اوساخ زيك؟ هعديها لك دي واعمل اني ما سمعتهاش. شوف يا اسمك ايه، نجوم السماء اقرب لك من اللي بتفكر فيه. مليم واحد مش هتطول. مش بقولك عايزة تخلصي منها. هو انت مش واخده بالك ان الصور لسه عندي؟ وكمان بقى في قضيه شروع في قتل. يا راسي. وشروع ليه؟ ياما ما المثل بيقول اللي تعرف ديته اقتله. وبالسكينه بقى ولا بالمسدس؟ بالجزمه جديده دي. ليه؟ هو انت عمرك ما شفت صرصار وهو بيدهس؟ لا شفت بنات أمارات زي كده وبإزازة مية نار بربع جنيه راحوا خالص في حتة تانية. موافقة، اللي يقدر على حاجة يعملها. ماشي، ما تزعليش مني بقى يا ملك. قبلي أحسن. إن شاء الله تفضل حزنانة عمرها كله. بكرة تشوف هيحصل لها إيه. نادية. نعم. نادية. 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 إيه؟ أنت واثقة في الشيخ وهبة بتاعك ده ولا نروح أحسن للشيخة فاطمة اللي قال عليها العطار؟ بقول لك إيه؟ نعم. خلي العطار بتاعك ده يتركن على جنب، ما يلتش كتير. يا ست الراجل بينصحني لله. متشكرين. لما تشوفه بقى المرة الجاية قول له نادية مراتي بتسلم عليك وبتقول لك متشكرين، مش عايزين الشيخة فاطمة بتاعتك دي في حاجة. يا سلام يا سلام. ولما انت فرحة قوي كده ما قلتيش لي على دم الغزال. ده ضحك على الدقون، عايز يفهمك ان هو بيخدمك وانه فاهم في الحبل الروحاني. ما المسك من الغزال ولا هما بيطلعوه من الحمير واحنا مش واخدين بالنا؟ ليه ما هو المسك من الغزال؟ طب ما انا قلت ان المسك من الغزال. أيوة. انا قلت حاجه تانية. طب يبقى بيعرف برضه اهو. ولما انت فتكه قوي يا ست ناديه، ها وما جابتكيش ولاده وبتفهمي في الكفت، ليه خدتي قطاره وديتي لي الشيخ وهبه بتاعك؟ ليه ما خلصتيش انت الموضوع وعملت لها العمل؟ يا ريتني كنت اعرف. ده علم وبحر واسع. يعني العمل اللي يتعمل لملك يختلف عن العمل اللي تعمل مريم. ليه بقى؟ ليه؟ لان التاني له حسابات وحاجه اسمها رصد وطلاسم انا ماليش فيها. طيب ماشي. طب تعملي التركيبه بقى ولا نعمل ايه؟ متوضي؟ ايوه الحمد لله. طب ليه؟ الحمد لله. يلا نحط. حضري اهو.
بتكذبي عليا يا مريم؟ اقول لك رحتي له وتقولي لي لا؟ رايحه عشان تموتيه وتخلصي منه؟ طب ما يا غبيه هتتجابي، ده انت مراته، يعني اول واحده هتتسال وتخش في سيم وجين. رحتي له ليه؟ بتتصرفي من دماغك ليه؟ هو انا مش قايله لك سيبيلي الموضوع ده وانا هحله؟ ها قلت كده ولا ما قلتش؟ انت عايزه تودي نفسك في داهيه؟ اخر طشك ده ايه؟ مش كفايه ابوك اللي مات بسببك؟ ولا تكوني صدقت القصه اللي بنضحك بيها على الناس ونقول العربيه اللي اتقلبت؟ لا والصبح عامله لي فيها كيوت وجايه توريني الانذار اللي استلمتيه. طب ما كنت تقولي لي، ده انا فاكراكي ما بتخبيش عليا حاجه من ساعه موت بابا الله يرحمه، ومن ساعه ما عرفت مصايبك السوده. بتضحكي عليا يا مريم؟ بتخدعيني؟ بتلعبي بيا؟ اقول لك رحتي له وتقولي لي لا؟ اهو ما ماتش، وريني بقى هتعملي ايه ولا هتتصرفي ازاي. بصي انا من النهارده ماليش دعوه بيكي، اركبي دماغك اعملي اللي انت عايزاه. وليكي عليا، اول ما قضيه عمك النصاب دي تخلص تاخدي فلوسك وانت حره فيها ان شاء الله، تديها كلها للحيوان اللي عندك عشان يطلقك. هو انا هفضل شايله قرفك لحد امتى؟ ما كفايه اللي عندي. انا ايه اللي خلاني اتنيل واجي من امريكا؟ ما كنت عشت هناك احسن لي الف مره. بتعملي فيها كده ليه يا مريم؟ حرام عليك، انت هتغصبيني اعمل حاجات انا ما بحبهاش. ده انا النهارده فرحتي ما كانتش سيعاني، العقد اللي بحلم بيه بقالي سنين مضيته، ودخل عليا الكلب بتاعك نغص عليا فرحتي كاني مش مكتوب لي افرح. ربنا يسامحك. بحق ادم ونوح، بحق ادم ونوح والملائكة والروح، والملائكة والروح والنبي الممدوح، والنبي الممدوح وبسر القلم واللوح وبحق هاروت. نادية لحد منهم يجي واحنا قاعدين كده بس مش واخدين بقى. ها طيب وبحق هاروت وماروت، اقسمت عليك. بس انت عارفه اللي بتقوليه ده كنت بتقرا حاجه غلط، الله يخليكي. والله طيب. اقسمت عليك ايها الملك الموكل، ملك الموكل بهذه الاسماء، أن تجلب محبة طارق ابن نادية في قلب مريم هي ما اسمها ايه؟ في قلبي نعم يا اختي. وما اسمها ايه؟ انت مش عارفة اسم سلفتك يا اخويا؟ انا فاكرة اكلت ايه امبارح؟ وبعدين سلفتي منين؟ هو انا شفتها الا مره واحده، وبعدين عرفت ان اخوك الله يرحمه طلقها وسافرت على امريكا. اسمها ليلى. ليلى طيب. اسمها ليلى. اكتب في قلب مريم بنت ليلى وجلبتك في هذه الساعه بسبعه اسماء وحيرتك واشعلتك وضربت الأرض من تحتك. ضربتيها ليه؟ ضربت الأرض من تحتك وعقدت الجان من خلفك. وعقدت الجان من خلفك ونطقت قرينك فلا ينفك عملي حتى ينفخ إسرائيل في السور وتخرج الموتى من القبور بأمر ربي العزيز الغفور. مفيش حاجة طلعت يعني؟ طبق بقى الورقة. حاضر طبق الورقة. حاضر تعالى بقى نفكر.
هنشربها ميتها ازاي؟ ايوه اه، وعايزاك تكتب ورقه زيها بالظبط لابنك لطارق. اه طبعا. طيب حاضر، اتفضلي الورقه اهي. طيب نعمل ايه بقى تاني؟ اهو شوف بقى. ايه شوف بقى السحر ده هيعمل في اختها ايه؟ اختها الايه؟ ايه اللي هي مين؟ ملك؟ هيوقف لها المراكب السايرة. يا ريت. ومفيش حد هيحبها. نادية أنا عاوز جان من دول يديها قلمين. طيب يلا اكتب لابنك بقى، اكتب لابنك. هقول لك الكلام تاني؟ طب مريم أنا حفظته. طيب اكتب ايه؟ بحق آدم ونوح. تيجي تطمني عليا زي ما بتعملي كل يوم. زي ما بعمل كل يوم وانت مش عارفك بتبقي صاحيه. يا بنت اللذين، وانا اللي فاكراكي بتبقي نايمه. على فكره دي اول مره انت تيجي وما تطمنيش عليا. حقك عليا يا حبيبتي، انا اسفه متزعليش مني. لما نشوف مين عايز ايه. ايه ده، هو عمره ما هيبطل الداء المهبب اللي هو فيه ده؟ تعالي يا حبيبتي اما نايمك. انت مش بردانه؟ لا. برضه ما بتردش، برضه ما بتردش. دي سابع ولا تامن مره اتكلمها، اتهد بقى، اتكسف على دمك شويه. هموت واعرف مين ابن الجزمه ده. وهي بقى اللي هتقول لك صح؟ لا 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 لا, لا. أنا بقى مش هسيبها في حالها غير لما هي تقول لي، ولو ما قالتليش فأنتي موجودة، ولادي هتفضلي كده مالكيش لازمة كتير. يا عم أنا سألتها وهي نفضت لي، أعمل لك إيه عشان تصدق؟ ما أنا مصدقك، بصدقك لأن هي عملت معايا نفس الكلام. أنتي قلتي له اسمه إيه؟ الليسي. آه ما أنا عارف إن اسمه الزفت على دماغ أمه، اسمه بالكامل إيه؟ وهيفيدك في إيه يا فالح؟ أكيد هنلاقي له فيسبوك أو تويتر أو انستجرام، أي حاجة توصلنا لأهله. انا هموت واعرف انت شاغل نفسك بيه ليه. آه الشيشه بتاعتي بتاعت كل يوم. اوكي على فكره ده كان سؤال رخم انا مش هرد عليه. طيب عشان ارسيك بقى على الموضوع، اللي بترسم عليه ده مش هيحصل، فاحسن لك يا رومي تركز في الشغل التقيل اللي جاي لنا. نادين فخري وبكره فكرك مش هيبقى مجرد اكاونت او كلاينت كده عادي، لا 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 خالص، ده احتمال كبير قوي تبقى الايجنسي بتاعتنا بتشتغلش غير على الكامبين بتاعته. تشرب ايه؟ تعال تذاكر. ميه. ليه ما بعتش حد ياخد الحاجات؟ لو كنت كلميني كنت بعتها لك. بصراحة اتلككت. أفندم؟ إيه أول مرة تسمعها؟ دول بيقولوا إنك من شبرا. Thank you.
روحي بقى يا اميره، بكره ميتنج مع كل البورد. ما تنساش بكره الساعه 7 ولا 7 ولا 8، اهم حاجه عندي الميتنج كلهم يبقوا موجودين. طب اقول لهم بخصوص ايه؟ بكره هيعرفوا. وروحي. بس حلو قوي انك ترجعي بلدك وتشتغلي وتنجحي، مش سهل يعني. انت ما بتضيعيش وقت خالص. صراحه لا، مش بقولوا تايم از ماني. انا احب كده. مرحبا، انت خايفه سيره مستر نديم تيجي في التحقيقات ويحصل شوشره؟ بصراحه مصلحه ايه اللي كنت عايزاها مني؟ كنت عايزاني اعلم على واحده بتيجي لحضرتك المكتب، يعني نعملهم على الغلط من الاخر. اسمها ايه الواحده؟ الواحده دي اسمها مالا. انا شغلني اللي حصل لك امبارح، اتأكدت ان كل شكوك اميره غلط. مدام رشا ملهاش علاقه بالموضوع خالص. عايزه اقول لك على حاجه. بس يا ريت تفهم انه مش قصدي حاجه معينه جوه الحاجه اللي هقولها. يا ستي قولي، انا سامعك. ده تقرير المونيتورينج قسم المتابعه. ودي الفاتوره اللي جات لك. عدد اعلاناتك اللي بينزل في المحطات يساوي نص الموجود في الفاتوره دي. ما تسرق يعني؟ لا ده انت بتتظبط. هه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 ه